هلا والله وسهلا، مساكم الله بالخير. اليوم عندنا طحونة جديدة ضيفة علينا، يكون عليها تجارب الفترة الجاية إن شاء الله. هذه من عائلة الديف، يعني هذه والديف شركة واحدة، لكن موديل مختلف. هذه الديف 64 العادية 0.1 أول ستار نزل، وهذه اسمها الديف 64 في في من فاريبا، فيها اللي هو نقدر نتحكم بالسرعة حقة الطحن عن طريق هذا الفرار، من أبطأ شيء 600 RPM إلى أسرع شيء 1800. طبعا كل ما بطأنا ممكن نروح لطحنات فلتر، كل ما سرعنا نروح لطحنات إسبريسو. والحين بنجرب هالتجربة أولى، ومعاي اليوم وكيلها بنفسه هنا. هلا محمد. أهلين. هلا والله بتركي. يلا حيا. ما شاء الله متحمسين لهالنوع. رهيبة دي الطحونة، يعني شكلا وتجربة في الاستخدام. طبعا الترس حتى اللي داخلها اسمه DLC Diamond Light Coated. زين. DLC Diamond Light Coated. صحيح. حلو. الأقوى أول شيء، ثاني شيء يعطيك تجربة تشبه الـ SSB. أوكي. أوكي. وعمره أطول. تجربته صراحة رهيبة في الاثنين، فلتر وإسبريسو، فهو صاير شبه الجوكر. جميل جميل. الحين بنجرب ونشوف. طبعا الطحونة يعني الفينيشنج حقها عجيب، هذه كلها كات CNC كات حادة. قبل شوي أنا طلعها جرحتني، هذا ماجنت وهذا مرة حاد، فجرحتني وأنا طلعها قبل شوي من كرتون. لكن الفينيش نظيف 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 نظيف، وأنا متحمس لها. شوفوها كيوت، الأدجست حقها من فوق ممتاز. قبل ما أحط البن بس بسمعكم صوت الطحن، شوفوا كيف هادي. ترى الحين هي تشتغل، صوت هادي. أنا قرب ما يبين بالكاميرا بس هادي. هي دي سي مزور، هذا الدي سي، وهذه القديمة. سمعوا طحنتها، هذا يعتبر اي سي موتور. طبعا الماطور هذه جبار، معروف عنه قوي جدا، ولكن هذا متقيم 300 واط. هذه 250 300 واط. اي معنى شوف الصوت، لكن هذا يعني هذا الماطور اقوى. هذا اقوى عجيب. بس هنا عندنا تغير سرعات فاريبل، نقدر نخليه ابطا نقدر نسرعه عن طريق هذا الفرار. طيب فالحين بنطحن على 1200 بحكم انه ريكومنديشن من وكيلها، فبنجرب الحين من 1000 الى 1400. انا اشوف على حسب التجارب حقتنا اي كانت ممتازه في الفلتر، من 600 الى 900 كانت بعضه كلها ممتازه، يعني من 600 الى 900 في الفلتر، ومن 1000 الى 1400 في الاسبريسو. الله الله، نزلنا طحنات نازله في الاسبريسو بس ما جات صراحه القهاوي اللي فيها القوام اللي احنا متعودين عليه ونحبه. جميل. طيب يلا نجرب. طبعا هي فيها حاويه بس في واحد ضياحي كذا. في حاويه مصنوعه من نفس الماتيريال وشكلها اسود وتشبه بس شوي افخم يعني على نفس الماتيريال، بس قال لي بيجيبها لي بس بيدورونها ضيعوها بيشتغل. ها شوف، بس في شغله اذا طفيتها ايه على طول يوقف. اوكي السلام. هذا بسبه الدي سي موتور. جميل. يلا طبعا هم يقولون خلها كذا، وتقدر تحط فيها، تقدر انك تستخدم البلور لكن الجاي. بس انه هو صراحه الريكومنديشن انك طقها كم طقه منه بيدك، ما يحتاج بلور، وتقدر تشوف هذا مجرى الطحن تقدر. ايوه لا عد انت تعود عليه مع الوقت. اي بالضبط، يبي لها يد ناعمه يا شيخ. لا شوف احنا العاده والله متعودين بس كذا تحركه شوي. اذا انت والله تبي تنظفه من منه عادي. أيوة. عندك اكسس كل شيء في المجرى، في يعني في تقدر توصل للمجرى وتنزل اي شيء عالق. هذه ميزه صراحه ممتازه، لان الطواحين
احيانا تعلق فيها في المجرى قهاوي واستك ما تقدر تحركها. مو بس لا، حتى الطعم من كوب لكوب صح، تبي تنظف انت كل شيء، الطحنه اللي قبل تدخل على الطحنه اللي بعد وهكذا، وتشوف الطعم عندك رايح فيها، فهذه ميزه. يا محمد اذا صار عندي احد استانس ان انت اليوم انت بتساعدني، واحد ماسك الجوال واحد يحضر. هذا اليوم انت مسوي لك قهويك. تسلم مكانك والله حبيبي. هذا دبليو دي تي ابن الاخير اللي صورنا لكم. طيب روح شوف شلون هذا استخدام لايف من اللي صنعوه. والله قعدنا فيه 9 شهور، شيء كان متعب جدا. ما شوف الحين نظف، فتراجع من بيته وخلاص. طبعا هذا اللي كان الفتره الماضيه استخدمه على طول، ومن جبت هذا من قبل ما يطلقونه وعندي نسخه منه، وحطيت واحد في انديز واحد في لاما، واخذت فيدباك من الموظفين وجبته عندي واستخدمه على طول. نروح نسالهم من وراك. لا اي والله يمدحون محلكم. طيب الحين استخلص ونشوف. طيب نجرب الحين. عاد الله يعينكم على تصوير جوالي، كل شوي يفصل بين الزوم وبين العدسة الثانية. شوف كيف طفشني الجوال. هذا استخلاص الدي اف 64 بي على سرعة 1200. طبعا هذا ثالث شت نسويه، الشت الأول والثاني معايرة يعني هذا الثالث. ما شاء الله هذه قهوة جديدة، قريب إن شاء الله تشوف النور منديس. جرب. طبعا هذول كانوا سريعين في الاستخلاص، لكن نعم لين وصلنا. ها شغل مرتب والله. جرب توتيات بلو بيري، بينت فاكهيات فاكهيه عظيمه، شوكولاتي. رهيبه شوكولاتي، كلاريتي فيها نظيفه، بس ان فيها قوام، بس فيها وضوح عالي في التوتيات. صادق، بس عاد الحمصه هذه ترى مرتاحت يعني، هي الحصاد عندي شوفوا 21 سبتمبر، يعني نهس اسبوعين 3 اسابيع اكثر. اي بس قهوه زينه. يلا قريب ان شاء الله تجربونها. طيب ايش رايك نعطي انطباع اولي؟ والله احنا مجربين طاحون. لا خذ مني انا الانطباع الاولي مني. ايش رايك؟ طيب الانطباع الاولي الطاحونه ممتازه، فيها ميزات حلوه، البلد حقها ممتاز، وزنها زين، مطورها ممتاز، واضح على الكواليتي. في يعني شوية ملاحظات. الملاحظة الأولى يعني حسيت بالمكان، ممكن بسبب أنه ما عندنا هذه القطعة اللي تجي معها ممكن يكون وضع أنظف ولا الله. هو بعد الريكومندد زين في ذي أنك ترش رشتين ماي علشان ذا سبحان الله يعني ما في شيء كامل، ما في شيء رده تقنيات بعد خبرك شيء عن شيء. هذا زين عكس الطواحين الاصدارات الثانيه الحين فيها بلازما جنريتر، منه ما تقدر تحط بلازما جنريتر. وش البلازما جنريتر؟ اللي هو انه يسوي تأريض للكهرباء الساكنه. اوكي تأريض من نفسه. اوكي الحين دي ما فيها تأريض، فايش الفكره منه انك تنظف بهالطريقه وتجيك الكهرباء الساكنه، فبيجيك بيجيك كهرباء ساكنه، المايكروفاين هذا بيجيك ترش من هذه مرتين. من المميزات حق طبعا محمد استواني مقطع واردك. الرش للطواحين سنجل دوز يفضل فيك والله، حتى في البلازما صحيح. اي طيب الملاحظه الثانيه ان زر ما في سيفتي، بمعنى انك لو ضغط تجلس طول الوقت تشتغل صح؟ هذه هاديه لازم ان ولا انت بحاس فيها، ممكن تتركها يوم كامل تحترق عليك. لا شوف انتبه. اي فانت انتبه انك انت بعد الطحن تطفيها، لان الزر هذا يعني شوفوا هذا ظهر 30 او 40 ثانية يطفي الحالة سيفتي، هذا لا، هذا ما فيه.
لازم بنفسك تطفي، وصوته هادي ما تحس فيه. ها محمد في ملاحظة ثانية؟ والله انا بالنسبة لي هذا 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 الملاحظة من عندي نفس الشيء، يعني جربناه تجارب طويلة. زين الموضوع انك لازم ترش ماي، خصوصا لما انك تجرب الاصدارات مثل الدي اف 83 وذرين. اوكي الشيء الثاني كان ودنا ان الشركة وكلمناهم على ذولي ان يكون الاشكال حقتهم. والله صوته. انا يا سلام عليك، توني بقول لك ليتهم ما استخدموا باذن الله بيصير بنفس الماتيريال، نطبع او انتم ايوه تحطوا اوبشنال. يا سلام عليك، تضبطوا لنا ب 3 دي شغلكم الجميل هذا المرتب، اتوقع بتكون اضافه جميله جدا، لان الطاحونه من اكثر الطواحين اناقه صراحه للمستخدم المنزلي. وبالنسبه لي انا في البار حقي ومع السطح الاسود ابقى فل بلاك رهيبه، اتوقع جميله جدا صراحة. يعني مع الفل بلاك بتكون تحفه على البار، يعني تخيل شكلها كذا بدون اي شيء بني بس فل بلاك بتطلع خرافيه. سعرها كم تقريبا ولا ما بعد سعرون؟ والله هي حول 2003 2200 حولها. الدي ال سي اللي فيها ترى يشبه الاس اس بي، انت شفت الكلاريتي اللي موجوده بالكود؟ صحيح، في كلاريتي واضح، وضوح النوتات في الاسبريسو واضح، عظيم الطعم، سهله. خلينا نقول عن يعني ثاني سهل شوت. ترى الادجست سهل، بس تعدل من هنا يسار يمين من وين الشيخ عادل بس من هنا. اوكي بس انا بعد الجرح ما خايف ارصله اي منطقه. طيب بس انا ودي اوضح شيء اخير، وهذا الشيء اذكره في كل مراجعات لاي طاحونه، كل طاحونه اتكلم فيها او اتكلم عنها او اسوي لها مراجعه او اجربها اذكر هذه الجزئيه، جزئيه الفلات والكونيكال اللي هو القرص المخروطي والقرص المسطح. هذه مسطح، هذه مسطح، هذه كونيكال، هذه يعني مخروطي. المخروطي أسهل في التعامل وأسهل في المعايرة وتوصل للطحنة بأسرع من الفلات، ولكن الفلات اللي يدور على نوتات أكثر وضوح في الكوب يروح مع فلات، اللي يدور على قوام أعلى استخلاصات يكون فيها الاستخلاص الشط من بداية النهاية فيها قوام أكثر يعني كريمية أعلى الكونيكال يقدر يساعد في هذا الشيء. فهي تفضيلات شخصية، ما في شيء أحسن من شيء، أنت وش تبي والسعر يحكم. يا جماعة الدي اف صراحة الصينيين هذول بيقفلوا مصانع الأمريكان والأوروبيين اللي يصنعون طواحين. سووا مقارنات مع النيش دو الجديدة مع الدي اف 83، أي الحمد لله، يعني في الإسبريسو رجع الاختيار على الدي اف 83 دائما. انا قاعد اتكلم على الطواحين اللي تكون جدا غاليه، ايه جدا 10000 ريال و9000 ريال، وانت عارف انك تمسك سره وتحجز حجز مسبق وبري اوردر وما اعرف وشو. فكوهم الصينيين، الصينيين فكوا العقده هذه، خلوا الناس يعني اللي ينتظرون بس انهم ينتظر يعني دوره عشان يوصل لطاحونه صعبة المنال، هذا خلاص ما في ولا على ده الزمن. الآن هم جالسين يطلعون بطواحين ينافسون فيها في السوق جودة وسعر، فهذا الفرق. فأنا أقول دائما إذا بتروح فلات بس رخيص خلك في الدي اف وخلك في هذول يعني الشركات اللي جاتنا مؤخرا، وتراهي أغلى شوي، هذول أرخص يعني. الجديدة من النيش أنا ما جربتها وسألت عنها صراحة، يبون ردي عنها، أنا ما جربتها. الدو ما جربتها، الدو الجديدة النيش توجهت للفلات، شوفوا كيف النيش قاعدة تحاول تنافس الدي اف وغيره من الطواحين اللي مؤخرا طلعت، راحوا سووا قرص فلات مسطح سموها دو، حطوا فيها قرصين قصتين، قصة تمشي مع فلتر وقصة تمشي مع اسبريسو. لكن اتوقع الموضوع ما هو بعملي، ان في كل مره ابي فلتر ابدل القرص، وفي كل مره ابي والله العمليه بالضبط. 5 دقائق كل مره، كل مره ابدل القرص عشان اذا ابغى فلتر واسبرسو العمليه بالنسبه لي متعبه. انا ما ابي العنا والشقه هذا، انا ما ابي، انا ابي ارتاح. هذه الفلات الناس جربوها في الفلتر وتصلح، نزل السرعه هنا ما يصلح فلتر للامانه، الكونيكال ما يصلح، الكونيكال حق اسبريسو اكثر شيء. اذا بتروح موتور، اذا بتروح يدوي اوكي، يبي لك ار بي ام جدا بطيء. فهذه تجربتنا الاولى وانطباعنا الاولي، واذا في ان شاء الله اي ملاحظات نذكرها لكم مع التجارب. طيب الحين نتقهوى واجرب معكم الدوز، كم نحط وكم يطلع، اذا في ريتنشن او ما في ريتنشن.
وانا بحط 19 ممتاز. زين هاي 19 عندي، بصفر هذا الدوزن كوب اللي يجي مع الطاحونة اللي ما صورناه معكم وقت المراجعة جابوا لي يا الشباب. طيب الحين مثل ما قالوا نرش رشتين، واحدة ثنتين، طبعا لازم الحين بنطحن. الطحن يفضل في السنجل دوز الفلات تطحن وهي تشتغل، ما يصلح تحط البن بعدين تضغط، الأفضل تستقبل البن والقرص يدور. حلو، هذا صوتها جدا هادي على 1200 بطحن. طبعا مثل ما قالوا ضربتين فوق تقدر تحرك هذا الشيء، تتأكد انه في اذا في بن عالق او شيء ينزل. وهذه الكمية عندنا كم؟ 19 بالضبط، بالتمام، زيرو ريتنشن قدامكم. بسم الله، هذا كور اليوم. السلام ولا غلطة. سويت كوبين، الكوب الأول كان معايرة، جربت اسبريسو، استخلاص كان زين، شكله بعد كويس، لكن حسيت إني أقدر أطلع باستخلاص أفضل. زدت جرام إلا شوي، يعني خلنا نقول 0.7، لا 0.6 يمكن، زدت 0.6، يعني كنت حاط 19 حطيت 19.6. أنا بوجهة نظري وهذا الشيء من تجارب كثيرة، الفلات دائما روح في دوز أعلى عشان يكون الاستخلاص عندك شكلا أجمل ومنتشر في كل الاتجاهات. يعني لا تروح بالضبط على مقاس الباسكت، زيد زيد يعطيك استمرارية في الاستخلاص لين النهاية، بتشوف شكله أفضل زي ما شفته في التصوير قبل شوي. يعني استخلاصات الفلات ترى ما تجيب هالجمالية، دائما ترى فيها فراغات، فيها تشانلينج، فيها ضعف في نهاية الاستخلاص. لكن نصيحتي لأي أحد ممتلك لطاحونة فلات، زيد الدوز وإن شاء الله أمورك بتكون ممتازة. والله الأدورسي هذه عشاق الحليب بيحبونها، قهوة شوكولت وفاكهية خفيفة كده وعطرية خفيفة وقوام ثقيل، رهيبة رهيبة مع الحليب. شفنا الاستخلاص وهذا البك. Thank you.
هذه مراجعتنا وتجربتنا لطاحونة الدي اف 64 بي الجديدة. الفترة الجاية بكثر استخدام، بركز عليها أكثر. أنا استخدمتها وجربتها بس ما كنت أصور عشان بس الناس يعني ما تشوف شيء ما بعد يتوفر، وعشان كذا أنا حطيت الفيديوهات بعد ما توفرت، الحين صارت موجودة ودشنها الوكيل. صارتهم كمية وجايتهم كمية أكبر في الطريق، لأن تدرون يعني الباتش الأول بيكون صغير بعدين يبدأ يكبر. طحون الحين متوفرة في موقعهم وشاملة عروض البلاك فرايدي أو الجمعة البيضاء والسوداء، لونها مثل ما تبي. فاللي يبي يعني يجرب يشتري ترى متاحة، وبعرض الجمعة البلاك فرايدي في كود إذا استخدمته يخصم لكم خصم زود، بتطلع سعرها بألفين إلا يعني 2060-2065 كده يعني مع الكود، والشحن بيكون طبعا أكيد مجاني. أنا الفترة اللي كانت عندي الطحونة كنت صراحة أسوي يعني بحث عنها وأشوف أراء الناس والفيديوهات في اليوتيوب، والجميع قاعد يثني، فباقي بس تجربتي لها للفلتر. الفلتر يعني أحتاج أخذ وقت وأجرب أكثر على الفلتر. الفلتر مثل ما قلنا بنحتاج RPM أقل وبطحنات بتكون أخشن، فبس اللهم أروح ل رقم في رينج 60-70 وأبدأ أجربها فلتر. وبس هذه عاد إن شاء الله لكم استفدتوا من هذه المراجعة، واللي عنده أي سؤال يخص الطاحونة ولا الطواحين بشكل عام يتفضل.